على وقع العمليات العسكرية والمعارك المستمرة في مختلف المناطق، التقى المبعوث العربي والأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي اليوم الرئيس بشار الأسد في دمشق، طارحا جملة اقتراحات وأفكار لوقف نزيف الدم في وقت رأى وزير الخارجية الروسية سيرجي لافراف أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا هو انتحار سياسي للنظام. في مصر، وبعد انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور بفوز النعم، تتجه جبهة الإنقاذ الوطني إلى الطعن بالنتائج بعد اتهامها جماعة الإخوان بالتزوير. لبنانيا، وافقت قوى 14 من آذار بعد اجتماع لرؤساء ومقرري اللجان النيابية المنضوية تحت راية هذه القوى، وافقت على اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري لاستئناف عمل اللجنة الخاصة بمناقشة قانون الانتخابات والإقامة في فندق قرب مبنى مجلس النواب.